مرحبا أعزائي المشاهدين، نلتقيكم مجددا بحلقة من برنامج رموز، واليوم راح نتحدث وياكم عن سيدة هي إحدى أكثر النساء تأثيرا في العالم سنة 2022، هي السيدة روزا صالح. تابعونا. روزا صالح من مدينة السليمانية، ذهبت إلى اسكتلندا رفقة أسرتها كلاجئين عام 2001 عندما كانت تبلغ حينها 12 عاماً. بدأت روزا في سن مبكر بشن حملة للدفاع عن حقوق اللاجئين، حيث تظاهرت مع زملائها في المدرسة ضد اعتقال أصدقائهم من اللاجئين. في أيار 2022 باتت روزا أول لاجئة تصبح عضو مجلس مدينة غلاسكو الاسكتلندية بعد إلقائها الخطابات في مكبرات الصوت أمام حشود الشعب الاسكتلندي، واستطاعت لفت أنظار اسكتلندا وأنحاء بريطانيا كافة نحو الطريقة التي عامل بها اللاجئون. واحتفل بالشابة الكردية التي لجأت إلى اسكتلندا من كردستان العراق على نطاق واسع ومن قبل أعلى المستويات، بما في ذلك الوزيرة الأولى نيكولا ستريغون، لكونها أول لاجئة على الإطلاق في تاريخ المدينة تفوز بمقعد في المجلس البلدي. لم يكن اسم روزا صالح بجديداً على المجتمع الاسكتلندي، فقد ظهرت في فيلمين وثائقيين وجسدت قصتها وشخصيتها في مسرحية غنائية عرضت في أجزاء عديدة من بريطانيا، بالإضافة إلى شاشات بي بي سي اسكتلندا وبي بي سي 3. جذبت جرأتها وإصرارها وتفانيها اهتماماً كبيراً على الصعيد الوطني، مما سلط الضوء على مخاوف أوسع بشأن معاملة طالبي اللجوء في البلاد، مما زاد من الضغوطات على الحكومة البريطانية التي توقفت بعدها عن الترحيل التعسفي والمداهمات الليلية لمنازل طالبي اللجوء. درست روزا القانون والسياسة في جامعة ستراثكلايد، وتخرجت في عام 2013 بمرتبة الشرف. وأثناء دراستها تم انتخابها لعضوية لجنة الاتحاد الوطني للطلاب الدوليين. بعد تخرجها عملت روزا في المجلس الاسكتلندي للاجئين ولجنة استراتيجية التعليم لإنشاء منح دراسية لطالبي اللجوء. وفي عام 2017 كرمت من قبل جمعية سالتير الاسكتلندية التي أدرجتها ضمن قائمتها النساء المتميزات في اسكتلندا لجهودها الكبيرة في تغيير سياسة الحكومة بشأن طالبي اللجوء. ووفقاً لسارة مايسن سكرتيرة الجمعية، تعد روزا صالح مثالاً حياً على أن عمر الشخص مجرد رقم لا يقف عائقاً أمام إبداعه وبطولاته. كذلك لم تكن روزا بعيدة عن موطنها الأم، حيث شاركت في تأسيس منظمة التضامن الاسكتلندي مع كردستان العراق. شغلت روزا صالح منصب مديرة مكتب كريس ستيفنز النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان الاسكتلندي. ومن أهم اهتمامات وأولويات روزا حسب قولها التركيز على التعليم وإعادة تأهيل الشباب الذين ضلوا طريقهم وابتعدوا عن التعليم أو الذين أجبرتهم الظروف على ترك التعليم، بالإضافة إلى جعل وسائل النقل أكثر صديقة للبيئة وتطوير خطوط النقل العام لخدمة أكبر عدد من الناس وتغطية مناطق أوسع. أعزائي المشاهدين، كانت هذه نبذة مختصرة عن سيرة حياة روزا صالح، إحدى أكثر النساء تأثيراً في العالم. أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم. انتظرونا في حلقات أخرى. تحياتي.